السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أهم الأشياء التي ينبغي لك أن تفعلها قبل نزول حدث التوتي، فلم يتبقى إلا القليل، حوالي يومين يا شباب. إذا أردت الاطلاع على الحدث ما عليك سوى مشاهدة البث المباشر الذي سوف يكون إما على منصة اليوتيوب أو على منصة التويتش في هذا التاريخ وكذلك في هذا التوقيت. سوف يتم استعراض الحدث بشكل كامل وكذلك الجوائز التي سوف تكون فيه. إذا كنت ترغب في مشاهدته من الأوائل فما عليك سوى متابعة البث. إذا كنت مهتما بالشروحات فسوف أقدم لك شرح تفصيلي خاص بهذا الحدث قبل نزوله يا أصدقاء. لذلك أول شيء ينبغي لك التوجه للبطاقات المساعدة للشتاء، فهذا هو الحدث الذي سوف نقوم باستبدال التوكن الخاص به. كما تلاحظون لديه 300 توكن يا شباب، فهذا التوكن سوف أقوم باستبداله بالتوكن الخاص بفريق التوتي يا جماعة. بالتالي ينبغي لك الاحتفاظ بهذا التوكن إذا كنت مجمعا لأكبر قدر، فسوف تستفيد بشكل كبير في حدث التوتي لأنك سوف تكون من الأوائل الذين يستطيعون تخدم حدث التوتي. ولو أن حدث التوتي من بين أكبر الأحداث التي سوف تنزل في لعبة الإس موبايل، مدته غالبا تكون شهرين إلى 3 أشهر. بالتالي كلما كان معك توكن أكثر كلما استطعت تختمه بشكل أسرع يا صديقي. وليس فقط التوكن الذي سوف يكون متعلقا بحدث الشتاء، بل حتى النجوم التي سوف تكون معنا في ستار باس، فحتى هي سوف تساعدك في التقدم في المسار. فلو توجهت مثلا إلى لدي حوالي 350 نجمة ولازلت لم أصل على ستار باس الخاص بي يا شباب، لأنني كما تعلمون لا أشحن في اللعبة، فلازال يعني لم أفتح ستار باس المجاني. سوف أقوم بتفتيحه الآن أمامكم يا شباب. سوف نضغط على تجميع الكل، سوف نرى كم نجمة سوف نحصل من ستار باس المجاني. أما إذا كنت تشتري ستار باس فسوف تحصل على ضعف ما نحصل عليه بشكل مجاني أصدقاء. سوف نقوم بتفتيح هذا الباك ونرى الخاص بنا يا جماعة. معنا بطاقة أيكون الأرجنتين، لا تقل لي الاسم مجددا، هل هو ميليتو؟ هل هو ميليتو تيفيز يا جماعة؟ لحد الساعة لم أجرب بطاقة تيفيز. أواجه الكثير من الخصوم يملكون هذه البطاقة لكن لم أجربها أنا ولا مرة يا شباب. كما تلاحظون حصلت فقط على 60 نجمة من التصريح كامل يا شباب، كما تلاحظون تقريبا 2000 جوهرة، وحصلت على ملعب والكثير من اللاعبين الذين سوف يفيدونني في عمل المقايضات. ثاني شيء ينبغي لكم ألا تقوموا بتضييعه يا شباب، فتوجهنا مثلا للمهام، ينبغي لك إنهاء كل هذه المهام يا صديقي، خصوصا المهام المتعلقة بالكنزة، فهذه المهام تعطينا الجواهر يا شباب كما تلاحظون، سوف أحصل كل هذه الجواهر من خلال تنفيذي لهذه المهمات. تبقى لي أعتقد المهمة الوحيدة الخاصة بالتدريب، سوف أعمل تدريب بسرعة ثم أعود لكم يا أصدقاء. خلونا نعمل تدريب واحد لبطاقة روديغر، لا ينبغي لي أن أرقي تصنيفه، أنا سوف أحاول البحث عن لاعب يعني مرقي أصلا تصنيفه، خصوصا بطاقة جابرييل سوف أقوم بإعطائه واحد تدريب من أجل إنهاء المهمة الخاصة بالتدريب يا أصدقاء. سوف أتوجه الآن مباشرة لكي أستلم 500 جوهرة من هذا المكان. الآن فتحت معي 1000 جوهرة الأخيرة يا شباب، سوف نقوم بالتحصيل عليها. فلمن لم يحصل على هذه الكنزة، فهذه الكنزة يعني طريقة الحصول عليها بسيطة يا شباب، ما عليك سوى التوجه لحدث الشتاء ثم التوجه للتدريب الأسبوعي، ثم تقوم بالحصول على كل هؤلاء اللاعبين يعني عن طريق الضغط إلى انتقال إلى تلعب كل هذه المهمات اليومية. فأنا يعني كنت قد نسيت بطاقة تيوتيك، الحمد لله أنني رجعت واطلعت عليها، نحصل على بطاقة تيوتيك. ما عليك سوى لعب كل هذه المهمات اليومية البسيطة يعني تدريب أو مباريات، ثم ستفتح معك الكنزة سوف تحصل عليها من هذا المكان، ثم بعد ذلك سوف تقوم بالتوجه من أجل لعب المهمات الخاصة بالكنزة. كذلك ينبغي لك أن تنهي هذه المهمة يا صديقي، فسوف تحصل على لعب بين أوفر 85 و92، سوف أتوجه من أجل عملها يا أصدقاء. سوف أعمل كل التدريب يعني في بطاقة جابرييل، سوف نعمل التدريب الثاني ثم نعطيه التدريب الثالث على هذا الشكل يا أصدقاء، ثم نقوم بإعطائه التدريب الرابع، ثم نقوم بإعطائه التدريب الأخير وهو الخامس يا شباب، وتفتح معك المهمة يا صديقي بطريقة بسيطة وسهلة. نقوم بالتحصيل على آخر مهمة يا شباب، ثم سوف نرى الحظ الخاص بنا يا جماعة. أعتقد أنها سوف تكون بطاقة، خلونا نقول بطاقة سوف تكون ضعيفة يا شباب، أنا أعتقد أنها سوف تكون بطاقة بأوفر 85. الحمد لله ووك أوت. من هو اللاعب؟ ألمانيا. ألمانيا سي إم. من هو هذا الفريق؟ من هو اللاعب؟ 85 كما قلت لكم يا أصدقاء، سعره ضعيف يا جماعة. أما بالنسبة لهذه المهمة البسيطة ارتقي بالتصنيفات، فهي المهمة الوحيدة التي تبقت لي، سوف أقوم بالبحث عن أي لاعب ثم سوف أقوم بترقية تصنيفه يا شباب. سوف أحاول البحث عن لاعب يعني أمتلك منه نفس النسخة يا شباب، من أجل ألا أضيع بطاقة ماسكرانو أو بطاقة جوجيك. فعلى سبيل المثال البطاقة الخاصة بقدوس أمتلك الكثير من البطاقات الخاصة بها، سوف أعمل على ترقية التصنيف الخاص بها يا شباب لكي أستغل البطاقات التي معي يا جماعة من أجل تنفيذ هذه المهمات على هذا الشكل يا شباب. ثم ننتظر قليلا، ها هي البطاقة الأولى قد قمنا بترقية التصنيف الخاص بها. أنت إذا لم يكن لديك البطاقات فأنصحك بعمل البطاقة 70 أو 75، سوف يكون معك العديد من البطاقات، ابحث عن نفس البطاقة وسوف تنهي هذه المهمة كذلك. خلونا نعمل هذا البطاقة 88، هذا اللاعب غالبا سوف أقوم ببيعه
لأنني قمت بترقية التصنيف يا شباب. الآن كما تلاحظون فقد انتهت كذلك هذه المهمة يا أصدقاء، فهذه المهمة ضروري أن تقوم بإنهائها كلها يا شباب لكي تستلم كل هذه الجوائز، لأنها سوف تفيدك بالتأكيد في باقي المهمات أو في باقي الأحداث القادمة. نقوم باسترداد هذه الجواهر أو هذه الجوائز، ثم نحصل كذلك على هذه الجوائز يا أصدقاء. الآن تقريبا أنهينا كل المهمات الخاصة بالأحداث التي معنا. أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي الحدث الموالي وهو البسالة الوطنية، كذلك ينبغي لك تختيم هذا الحدث وتجميع الطوق الخاص به، لأنه يمكن أن يفيدك في الحدث القادم. يعني فنحن لا نعرف هل سوف ينزل معنا حدث مع حدث الطوتي، أم قد سوف يكون حدث الطوتي وحيدا معنا، لذلك ما علينا سوى كذلك تختيم هذا الحدث والدخول لتصريح النجم من أجل الحصول على الجوائز الخاصة به. فأنا يعني لم أحصل على ولا جائزة فيه يا شباب، لأن الكثير من الأخوة لا يعرفون طريقة الحصول على تصريح النجم أو حتى تجميع الجوائز الخاصة به يا شباب، فينسونها حتى تأتيهم عن طريق الرسالة يا شباب. سوف نرى الحظ الخاص بنا في الباكج الأخير الصين البي. من هو هذا اللاعب؟ من هو هذا اللاعب ليلي يا شباب بأوفر 86 حصلنا عليه من هذا الباكج و 1500 جورا، كذلك 50 نقطة تصريح يا شباب سوف تفيدنا في تبديل الكوينز ونسخة من بطاقة جوجيك، وكل هذه البطاقات سوف تساعدنا يا شباب في التقدم في المسارات وفي كذلك عمل المقايضات التي سوف تكون في الحدث يا جماعة. بالتالي أعتقد أن حتى هذا الحدث قمت بتختيمه، فيلزمني فقط أن ألعب هذه المهمات اليومية، سوف ألعبها بسهولة يا شباب. كما يقولون كما تلاحظون وصلت ل 1173 لاعب، يعني ينبغي لي أن أقوم بإنقاص اللاعبين أو عمل بيعهم يا شباب. الآن سوف ننتقل للنقطة الرابعة وهي أن تقوم ببيع التشكيلة الخاصة بك. فضروري ضروري يا صديقي أن تقوم ببيع التشكيلة الخاصة بك إذا كنت محتاجا للكوينز، لكن إذا كان معك الكوينز مثلا كما تلاحظون أنا معي حوالي 230 مليون، فهذه أفضل فترة من أجل بناء تشكيلة أو من أجل شراء تشكيلة يا صديقي. سوف تقول لي كيف؟ سوف أقول لك أن كل اللاعبين قد وصلوا لأقل سعر خاص بهم يا شباب. لو دخلنا مثلا لبطاقة زيكو كما تلاحظون سعرها 52 مليون، تخيلوا بطاقة بأوفر 94 بهذا السعر يا صديقي. فلو توجهت مثلا يا صديقي لمكان البحث عالمي سوف نقوم على اللاعبين بين أوفر، يعني خلونا نبحث عن 93 و 94 وسوف نرى سعر هؤلاء اللاعبين هل تستطيع ب 200 مليون أو حتى ب 100 مليون أن تقوم ببناء تشكيلة جبارة. نعم والله سوف تستطيع يا صديقي. لاحظوا يا شباب الآن معنا أقل بطاقة هي بأوفر 93، لاحظوا أسعار اللاعبين من 9 ملايين سوف ترى 13 مليون 14 مليون 16 مليون، بطاقة بأوفر 94 سوف تجدها فقط ب 18 مليون. كما تلاحظون فالأسعار منهارة منهارة بشكل كبير. قبل أسبوع أو أسبوعين أقول لكم بيعوا اللاعبين بيعوا اللاعبين، ولا زالوا بعض الأخوة يسألون في التعليق هل أبيع تشكيلتي. كما تلاحظون فالتشكيلة يعني تستطيع أن تعمل تشكيلة بأوفر 95 96 فقط ب 80 مليون أو 70 مليون من خلال شراء هذه البطاقات البسيطة يا شباب. لاحظوا بأوفر 94 فقط 23 مليون، فتستطيع أن تعمل تشكيلة قوية يا صديقي من لاعبين 94 95 فقط ب 100 مليون أو 150 مليون، سوف تكون تشكيلة جبارة. ومع الوقت يمكنك أن تبيع تشكيلتك إذا ارتفعت الأسعار، لأنه غالبا فالأسعار سوف ترتفع بعد نزول حدث التوتي يا جماعة. فلو توجهنا مثلا اللاعبين بأوفر 95 سوف تجد كذلك أنهم قد وصلوا لأقل سعر خاص بهم، سوف نقوم بعمل الفرز من الأرخص للأغلى يا شباب. لاحظوا يا شباب بطاقة ريج كارد، من كان يتوقع أن بطاقة ريج كارد سوف تكون بهذا السعر يا شباب؟ 42 مليون يا شباب، والله بطاقة بأوفر 95، لاحظوا البطاقة 96 فقط ب 47 مليون، تشكيلة سوف تعملها جبارة يعني فقط ب 200 مليون أو 300 مليون، تتضمن فقط لاعبين ال 95 يا شباب. بالتالي إذا لم يكن معك الكوينز يا صديقي أنصحك ببيع التشكيلة، لأنه من خلال حدث التوتي سوف تستطيع من بناء تشكيلة مجانية، لأنه غالبا سوف نحصل على لاعب مجاني في الدفاع، لاعب مجاني في خط الوسط، لاعب مجاني في خط الهجوم، ولاعب سوف يكون في الألتيميت توتي دائما نحصل عليه مجانا، وسوف يكون لاعب آخر سوف يكون احتياطي. بالتالي أن الآن عددت لكم 5 لاعبين مضمونين مجانا في الحدث، وسوف يكون لاعب السادس وهو الخاص بالآيكون المجاني. الآن وصلنا لستة لاعبين، لذلك تخيلوا معي يا أصدقاء 6 لاعبين من دون تفتيح الباكجات ومن دون تصريح النجم ومن دون نمط التحدي ومن دون المسارات التي سوف تكون في اللعبة. بالتالي يا أصدقاء كونوا على يقين من خلال حدث التوتي سوف تستطيع من بناء تشكيلة جبارة مجانا من هذا الحدث. لذلك إذا لم يكن معك الكوينز وأكررها بيع التشكيلة الخاصة بك، احتفظ بالكوينز. إذا كان معك الكوينز وكنت محتاجا لتشكيلة فهذه أفضل وقت من أجل شراء اللاعبين وعمل تشكيلة قوية بأرخص ثمن عالمي. الآن ننتقل للنقطة الأخيرة وهي الخاصة بالمقايضة يا أصدقاء. فكما تعلمون فقد نزلت بطاقة الخاصة ببيرلو يا جماعة في خط الوسط. أنصحكم يعني دائما بأن لا تعمل هذه المقايضات، هذه المقايضات كلها تكون سيئة، المتطلبات كثيرة كثيرة جدا واللاعب
العادية جمعة. بطاقة بيرلو دائما بطاقة يميزها فقط التمرير، ولديها الكثير من العيوب، يعني لا في الالتحامات البنانية ولا حتى في المراوغة يا شباب. بطاقة ضعيفة، بطاقة ضعيفة جدا، حتى المتطلبات الخاصة بها كبيرة. بالتالي لا أنصحكم بهذه البطاقة. البطاقة التي سوف تكون معنا غدا سربتها لكم بالأمس هي بطاقة كلوز في مركز الاستي بأوفر 92. كذلك لا أنصحكم بعمل هذه المقايضات لأنه سوف تضيع فقط البطاقات التي معك أو اللاعبين الذين معك. بالتالي احتفظ بكل شيء، احتفظ باللاعبين، احتفظ بالكوينز. كان معك لاعب يباع، بيعه يا صديقي. إذا لم تستطع إنهاء المهمات، اعمل على إنهائها في هذه اليومين المتبقيين. معك جواهر، احتفظ بها ولا تصرفها. بالتالي هذه الخلاصة التي سوف تكون معك يا صديقي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.